وبهجة العيد في محافظتي المحببة إلى نفسي. صحيح أنا مش أسواني، بس أنا وقعت في حب وفي أسر محبة وعشق والهيام بتاع أسوان. أو الله العظيم، أسوان دي حلوة حلاوة بناسها وأهلها، طبيعتها الخلابة، التاريخ اللي بينطق في كل ركن وفي كل حجر فيها. حتى العيد يا أخي في أسوان مختلف. شوف تلاقي بقى مثلا العائلات الأسوانية، باعتبار أن أسوان لازالت بتحكمها تقاليد العيلة الكبيرة، هتلاقيهم يتجمعوا مع بعض في دور المناسبات وفي المنادر، عارف المنادر اللي هي جمع المنظرة، وفي المنادر ويفطروا رز بلبن وكيك، ده بجد مش هزار. ولو عاوز تعرف أكتر أقدر أقولك أنه حكاية الكيك دي بالذات، سيبك من الكيك الفرنجي بتاع اليومين دول، الفكرة بتاعت فطار حاجة حلوة دي قصة مصرية قديمة بامتياز. وبالمناسبة وصفة الكحك اللي احنا بناكله اليومين دول ده، اللي هو الكحك اللي دقيق وسمن بلدي وعليه رشة سكر، دي وصفة موجودة ومكتوبة ومحفورة ومرسومة في بعض المقابر المصرية القديمة. احنا معانا الأستاذ عيسى سباق، مدير مدرسة وأحد كبار العائلات بأسوان. يا أهلا وسهلا، وكل سنة وحضرتك طيب، وأسوان كلها طيبة، وكل مصر وكل الإنسانية. أهلا وسهلا يا فندم، كل عام وأنتم بخير يا رب، ومصر كلها بخير يا رب، وأمن وأمان. اللهم امين. كل سنه طيب يا استاذ عيسى. وكنا عايزين نتكلم على العيد في اسوان ومظاهر العيد في اسوان وتجمعات العائلات وفطار كيك ورز بلبن. ربنا يجعل صباحنا كله زي اللبن كده وزي الفل. يا رب يا رب دايما يا رب يا رب. الحقيقه يعني مظاهر الاحتفال في محافظه اسوان او في الصعيد عموما هو ممكن لا تختلف من مكان الى اخر، ولكن محافظه اسوان زي ما تفضلت حضرتك يعني بتاخد طابع جميل كده وخاص وحلو، بيتوشح بالبياض للرجال، يعني بتبتدي لوحة القرية كأنها لوحة كده جميلة، يبتدي الرجال فيها يخرجوا من البيت رايحين المسجد، بيبتدوا يعني ياخذوا كما السنة يعني بعض من التمرات. رحنا المسجد، بعد المسجد بيبتدي الرجال يتجمعوا في المناظر زي ما قلت حضرتك او المضيفه، كل عائله لها مضيفه بتاعتها الخاصه بيتجمع فيها، وكان في دفتر حضور للرجال كلهم. ايوه، فلازم يحضروا في المضيفه دي. حلو. ويبتدي بقى يجي في رز بلبن، يجي الكيك، يجي الحلويات، يعني تحل عليهم حاجات من البيوت، من كل البيوت دي، وكله بيسارع بقى يودي كل حد يودي الطبق بتاعه والاشكال والحاجات اللي هم تعبوا فيها الستات. بس لازم يبقى فيه رز بلبن وحاجه حلوه. دي من السمات اللي هي جميله في 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 المكان. يبتدي بعد كده الرجال يتحولوا كمان من منظره لاخرى، بيتصوروا لبعضهم. كله يلف بقى يعيد على اصدقائه وقرايبه وحبايبه. والنساء برضه زي كده اهو، وان كان النساء بيبتدوا من عشيه العيد، يعني تزور النساء كمان يعني بيبتدي عندنا بدري، بيبتدي من عشيه العيد. من عشيه العيد الرجال بيبتدي بعد صلاه العيد. من النساء كمان في حاجات جميله بيبادرنا بالزيارات لبعضهم لبعضهم، يبداوا بقى من الليله دي، يعني السيدات يبداوا من الليله دي، بتودي بقى الكعك اللي هي عملت للبيت الثاني. طب قول لي، الاطفال والشباب بيبقى المهرجانهم بعد صلاه العيد بتبتدي تلاقي القريه كده وفود رايحه، وفود جايه من الشباب من اطراف القريه هنا الى اطرافها الاخرى، ومن شمالها الى جنوبها، ومن غربها الى شرقها. في مهرجان ولوحه كده جميله بتلاقيها في، يعني بتتحرك القريه كلها، عنوانها الترابط الاجتماعي اللي الموجود، يعني بيوضح لنا الترابط الاجتماعي اللي وقيمته في الصعيد عندنا وفي محافظه اسوان، يعني بالاخص في ترابط جميل جميل وروح عاليه كده. يا رب دايما. انا بشكرك جدا جدا يا استاذ عيسى، الف شكر. استاذ عيسى السباق وهو مدير احدى المدارس باسوان واحد كبار العائلات باسوان.